انت كعربي ممنوع تصرخ او حتى تحكي حتى لو كنت عم تموت. كنت افكر يا جماعه ان وسائل التواصل الاجتماعي خلصونا من سيطره الاعلام علينا، كنت افكر انه خلصنا من زمن القناه الاولى اللي بتفرض رايها علينا غصب عننا، بس الشيء اللي عم بشوفه حاليا بوسائل التواصل الاجتماعي مع كل اسف لا سيما بالمحتوى المتعلق بغزه او بادلب، من تخفيض وصول منع ايصال صوت الناس، بيرجعنا سنين كتير لورا لزمن القناة الأولى. هذا يا جماعة قبل وسائل التواصل الاجتماعي وقبل الدش والساتلايت كان ما في عنا على التلفزيون غير القناة الأولى، فأنت مضطر أنك تشوف نشرة أخبار وحدة، مضطر أنك تسمع رأي واحد، ممنوع أنك تعترض عليه أو حتى تبدي رأيك فيه. هذا اللي عم بصير حرفيا حاليا مع وسائل التواصل الاجتماعي، ممنوع أنك تنقل أي مجزرة، ممنوع أنك تحكي. حتى هذا الفيديو اللي عم أحكي لكم فيه بجوز ما يوصل لعدد كبير من الناس، لأنه يبدو نحن كعرب ممنوع أنه نحكي، ممنوع أنه نوصل صوتنا، ممنوع انه نوصل صوت اهلنا ووجعهم، ممنوع نحكي بكلمه حتى لو كنا عم نموت.